مدحت كامل زيدان. يا سلام على بجاحتك يا اخي، وكمان السطوح بقى ملكك. حضرتك استاذ مدحت كامل زيدان؟ مين حضرتك؟ انا صاحبة البيت. لا مؤاخذة، انا دخلت كده على طول لقيت باب السطوح مفتوح. البيت بيتك يا هانم، تقدري تدخلي السطوح والشقة كمان لو عايزة من غير ما تستأذني، بس ما كانش في داعي انك تتعبي نفسك وتيجي لحد هنا. اللي انت عايزاه حصل يا هانم. حصل ايه؟ انت مش كنت جاية علشان تطردينا من الشقة انا وامي؟ خلاص امي سابت لكم البيت، ارتاحت وريحتكم، راحت لها مكان تاني. لا لا هتدفع فيه خلو ولا تعمل هناك عقد جديد. امي ماتت امبارح. الباقي في حياتك. اكون شاكر لو استنيتوا عليا يومين ثلاثه لحد ما اشوف لي حته تانيه اعزل فيها. يومين ثلاثه؟ ايه كتير؟ الساكن الجديد واقف على الباب دفع كام؟ انا مقدره حالتك وعارفه. مقدره ايه وعارفه ايه؟ تعرفي ايه عن الشقه والغل؟ يا صاحبه العماره ما تخافيش على املاكك، انا مش هستنى هنا. انا اصلي مليان هموم، مليان، ومش ناقص مشاكل معاكم. بالعكس احنا مش بتوع مشاكل. كفايه بقى كفايه، ياما عملتم فيا، بس ما كانش ممكن اسيب الشقه وقتها. كنت اروح فين بامي اللي جبتها من البلد علشان تتعالج هنا؟ وما كانش ممكن الاقي وقت ادور فيه على سكن تاني. كنت بروح الشغل وانا سايبها بين الحياه والموت، لكن دلوقتي ممكن اروح في اي داهيه ان شاء الله حتى انام على الرصيف. ما انا خلاص بقيت لوحدي. عن اذنك. طمنيني، عملتي ايه؟ عرفتي تحلي المشكله؟ مدحت زيدان هيقعد في الشقه والعقد هيبقى باسمه. استاذ مدحت. مين؟ مش قادر اقوم، الباب مفتوح. مالك؟ ده انت سخن. أنا عيان ما قدرتش أعزل. أنا جبت العقد أهو. ناقص بس على إمضتك. أنت جبت دكتور ولا لأ؟ دكتور؟ الدكتور بيقول إنك بصحة وبخير يا أمي.